عليا بزنجاتي، شخص على فكرة ذكي جدا، شخص إذا خرج من العلاقة وبعد ما استنزف طاقتك كلها، يعني غلبك إلى الصميم. كمانك أنت زعلان من شخص من العائلة، شخص ما أشوف بس أول إشي كل جد، أنت احتمال في شخص من العائلة أزعجك، يمكن أخ صديق، احتمال يعني مش من العائلة، من المحيط. حسيت إن هذا الشخص بلاعب فيك كتير، لدرجة إنه شخص مش مسؤول عن أفعاله، وأنت حاسس من ناحية هذا الشخص إنه أتعبك أو منهمك من ناحية هذا الشخص. من أنت يا برج الجدي في عندك أوجاع في ظهرك، وحاسس نفسك إنك أنت مقيد من وجع ظهرك. طبعا رح يدخل في الطاقة كل شيء يشمل الصحة والعمل والعاطفة. أنت كمان يمكن إنه حاسس في شخص، هو الأكثر في شخص تسلط، يعني كلمة تسلط عليك جدا، شخص تقريبا مش حكيت لك، شخص غير مسؤول، شخص غير مسؤول عن أعماله. احتمال إذا كانت عاطفة، شخص اللي كنت معاه أنت كنت شخص ناضج وهو مش ناضج، غير مسؤول عن كلامه، غير مسؤول عن أفعاله. لو كنتوا مرتبطين أنت حاسس بتعب في هذا الارتباط، لأن الشخص هذا مش مسؤول، وهو بحب يعيش اليوم في يومه، بحب يعيش لنفسه، أناني لنفسه. الشخص هذا بحب البدايات الجديدة، بحب يكون إكسفاني ومرح، بحب يكون إنه مش حامل مسؤولية إشي، بحب المغامرة. ومثلا أنت كنت تحذر كتير، ما كانش يسمع تحذيراتك نهائيا، بس هو مخبي حبك في قلبه، مخبيه. لكن الشخص هذا مش فاقد الإحساس، بحب ذاته، بحب نفسه، بحب يعيش اليوم بيومه، بحب يعيش طفولته، بعيش مرح. ما يكون كبير في السن لكن أفعاله صغيرة. طبعا يعني شوفوا انتوا في العمل، في الزواج، في ارتباط، عفوا، في اي شيء. بس انت حاسس انك انت اكلت اخر سيف مجددا مؤخرا، مش من فترة طويلة، يعني كأنه خلص انت اكتفيت في الشخص هذا في افعاله. طيب هون بيحكوا لك يعني هناك شيء أفضل، وكمان بيحكوا لك هون سوف تتحسن الأمور، ففي شيء أفضل للمرتبطين. طبعا إن الشخص هذا بحبك، بس شكله في فروقات بيناتكم مخلية شوي بينكم مشاكل، بس الموقف راح يتحسن، يعني اطمن. مش عارف اخد لكم منون، انا حاسسكم تعبانين جدا، ناسي اجيب البروتين. طيب خلينا نشوف هون بيحكوا لك، هون بيحكوا لك انه حب غير محدود ليس هناك ما يكفي من الجذريه او الكيمياء للحفاظ على استمرار هاي العلاقه. طبعا هي للمرتبطين. اول شيء الشخص هذا مشاعر من ناحيتك هو البيج اوف كابس، الشخص هذا حاسس من ناحيتك بحب او قلبه مفتوح اتجاهك، واحتمال الشخص هذا غير، هو الغير مسؤول عن افعاله، مثلا عايش بمشاعره فقط، مش عايش انه مسؤول كدور مثلا كزوج، او انتوا في خطوبه ومثلا هذا الشخص مش مسؤول، مش شايل مسؤوليه هاي الخطوبه او الارتباط اللي انتوا فيه، ايا كان نوع هذا الارتباط. لكن الشخص هذا بس بيقدر يقدم فقط كاس الحب، يعني هاي يمكن المشكله اللي بيناتكم، شخص هو بيج صغير،
لأن هو كيف شايفك أو كيف هو بفكر فيك كزواج أو كأنت كزوج أو أنت شخص ناصح جدا، بتعرف حدودك، بتعرف تلقي كلمتك، وحاسس بينك وبينه فرق كبير، زي الفرق بين دولة ودولة، فرق محيط وأبحار. أنت شخص مسيطر وقائد، وشخص تعرف تلقي كلمتك، وشخص مسؤول عن كلمتك. أنت شخص مسؤول وهو غير مسؤول، لكن مشاعره هو اتجاهك حب، لكنه شافك أنك أنت شخص متدين، ملتزم، ملتزم. يمكن أنت تكون أستاذ في الجامعة، أستاذ في العمل، أنت شخص مثلا تلقي محاضرات، داعية، أنت شخص الناس تيجي تستشيرك وبتاخد منك استشارات، شخص روحاني جدا. أنت كمان طيب، شو نقاط القوة بينكم؟ العمل، انتوا يمكن بالعمل مع بعض، احتمال انت شخص عملي وهو شخص بس بالمشاعر. نقاط القوة انه انتوا تكونوا على اتفاق في اللي بيحصل بينكم او في العمل، تكونوا متفقين في الحياة العامة كمان، متفقين على كل شيء بحذافيرة، يعني يكون بينكم اتفاق كامل من كل الاتجاهات، مش بس اتجاهات الحب، والحياة المادية والعلمية ويعني والمهنية، ومن ناحية المشاعر وكل شيء. انتو لازم يكون اتحاد في كل شيء مع بعض، اتحاد كامل مع بعض. احتمال انتو شراكة في عمل، وهذا نقطة القوة بيناتكم، احتمال انتو او شراكة في منزل، شراكة في محل، شراكة في دراسة. طب شو نقطة الضعف بيناتكو؟ الإمبريس، المادة، أنا حاسسها قراءة مادية جدا للمرتبطين. احتمال أنت شخص أعلى منه، أنت أعلى منه، لأنه هو شايفك هيك كمان، أنت أعلى من مادياته، أنت ناضج أكتر منه، عندك عقل ناضج أكتر منه، هو مشاعر وبيج وطفولي في أفعاله. عموما الشخص هذا نقطة الضعف بينكم المستويات، المستويات. احتمال انت شخص جميل جدا وجذاب، وهو لا، هو شخص عادي. احتمال انت انيق، بتهتم في منظرك وبتهتم في شكلك افضل، وبتهتم في ملابسك وانوقتك وعملك. انت شخص القلب والعقل معا، هو لا، بس شخص القلب، شخص بس يعطي مشاعر. مش راح اقدر اشوف انه هو شايفك هيك، بس هو نقطة الضعف في علاقتكو اللي هي يعني المال، الرقي، مستويات عالية بيناتكو، انت من مستوى اعلى وهو من مستوى مثلا شوي منخفض عنك. ما هو بيشتغل عندك الشخص هذا في العمل، انت قائده، هو شايفك قائد وانت لك الكلمه في كل شيء ولك حق السيطره في كل شيء. احتمال انتوا مع بعض في العمل، في الجامعه، انت استاذه في الجامعه، انت استاذه في الكليه، في المدرسه. هو شخص لسه مبتدئ، شخص مبتدئ، انت اعلى منه رتبة، انت اعلى منه رتبة. طب هو شو مخبي عنك العالمنت؟ وفي شيء ببحث عنه، بس خلينا نشوف شو الشيء اللي ببحث عنه الشخص. كوين هون
شاركت في الموقف بده يتحسن، بقول لك في شيء افضل وفيش كيمياء بيناتكم، انتوا مش متوافقين مع بعض، انت من عالم هو من عالم، يعني حتى لو كنتوا في زواج انتوا كيمياء مشاعر فيش بيناتكم. الشخص هذا بدور على طرف اخر غيرك على فكرة، او بيبحث عن حدا غيرك، او بيدور على حدا من الماضي، بفكر حدا من الماضي. الشخص هذا بيبحث على حد من الماضي، الشخص هذا بفكر في ذكرياته في الماضي، في شخص كان معاه في علاقة، الشخص هذا كان له علاقة مع شخص آخر في الماضي، والشخص هذا بفكر فيه كتير عشان هو رومانسي وانت عملي، وانت شخص صاحب العقل والقلب معا وصاحب العمل وصاحب، او انت لو مش عمل بيناتكو انت صاحب المنزل او صاحب انت لك السلطة في كل شيء. بس هو بيدور على علاقات الشخص هذا لانه هو رومانسي، طبيعته رومانسي، هيك بيحكوا لك فيش كيمياء بيناتكو، في شيء افضل، بس هم بيحكوا لك الموقف سيتحسن. يمكن اذا في مشاكل بيناتكم او اذا انت تعبان في تحسن، بس هم بيحكوا لك فيش كيمياء بيناتكم، هي مفيش كيمياء، انتوا من مستويات وفروقات غير، انت من عائله مرموقه وهو من عائله بسيطه. احتمال تكون القراءه عكسيه، طبعا مش للكل راح تكون، في احتمال تكون عكسيه، طاقه عكسيه، تقبل العكس، لكن احتمال ان انت في الفكر انضج، انا شايفك ناضج جدا، عملك اعلى من مكانتك مثلا في العمل، اعلى من مكانته في العمل، انت صاحب العقل، بتعرف تدير دوله، هو بس في المشاعر، بس بده يفكر في المشاعر، في الحب وفي العلاقات، لانه هو مخبي عنك انه بدور على شخص من الماضي، ببحث عن شخص من الماضي. الشخص هذا شوفوا انتوا استاذ الشخص، خلينا نشوف المنفصلين لبرج الجد. طيب الشخص هذا مشاعره من ناحيتك كيف، شايفك في الماضي وشنو غيره. الشخص هذا الصوميت، الشخص هذا الصوميت، في نجاح جاي في الطريق، اذا انت كنت في عمل او اشي في نجاح، وبقولوا لك كن حازم مع الشخص هذا، لانه هو الشخص نفسه حازم. الشخص هذا شافك انك انت تغيرت، شعر انك انت تغيرت وموت هاي العلاقة وقفلتها نهائيا، قلت لها قفلة نهائية. الشخص هذا بفكر انه يعمل بداية جديدة معاك، لكنه خايف منك لانه شافك انك انت سكرت على الموضوع، وفعلا انت حازم، حازم جدا معي. بس هو سولميت، هو سولميت تبعك، عشان هيك هو حاسس نفسه ان انت جايبه. طلع في الماضي نظرته ما اختفت عن المستقبل، عن الحاضر اللي احنا فيه. الشخص ده كان شافك الاسفوند، وبعدين شافك الايت اوف وند، يعني انت شايفك طاقة رهيبة، انت لا تمل ولا تكل، انت شخص اكتف دائما، انت شخص عندك فرص دائما امامك، او انت فرصة بحالك، انت فرصة. هو حسك انك انت تبعدت عنه من السماء للارض، تبعدت عنه، وحسك انك انت خلاص قفلت هاي العلاقة، قفلتها. الشخص هذا اتعبك شكله، عشان هيك بقولوا لك كن حازما، فكون حازم. الشخص هذا كان شايفك في الماضي انك شخص عملي جدي، كان معجب منجذب لك بطريقة، تعرف شو حاسك زي المغناطيس، انت جذبه هيك، جذبه. الشخص هذا بحبك جدا جدا جدا، وانا هي معاك اللبس استقرار او التوازن، لانه هو السول ميت تبعك. الشخص هذا شافك حاليا انك انت بتسافر كتير، او انت شخص عملي والعلاقة هادي
ما وقفتك عن عملك أو وقفتك عن حياتك أو وقفتك عن نشاطاتك؟ أنت شخص نشيط جدا، شخص عملي جدا جدا، وشخص أنت عندك الحماسة عالية جدا، شخص تقدر تمسك 100 شغلة في وقت واحد، يعني مثلا تقدر تأكل في وقت واحد، ومثلا تحط أكل لقبالك في وقت واحد، وتشاهد تلفزيون، تمسك تلفون، كله في وقت واحد شايفك. شايفك مستقر مع ذاتك، انت مستقر مع ذاتك، متفهم مع ذاتك. طيب هو لما يجي معاك ايش اللافرز؟ الشخص ده ناوي انه يتف لك في الحب، الشخص ده عشان هيك بيقولوا لك كن حازم، كن حازم.